السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في موقع لالا بلوس. خرجنا مرة أخرى الشوارع المغربية وسولنا الناس اللي صادفناهم الحلم ديالك فين تسافر في هذا الصيف وشحال خاصك باش تسافر. نشوفوا الأجوبة ديالهم. هاد السيد كيف ما كتشوفوا معنا متكي وكيتبرد، غنسولو فين غيبغي يسافر هاد الصيف. في المغرب أختي. علاش المغرب؟ بلادنا، نشوفوا بلادنا من الأيام الأولى. شنو البلاصة اللي تبغي تمشي لها في المغرب؟ الجنوب. طب لا الداخلة، العيون، المهم المناطق الجنوبية. والله يا اختي غادي نقول لك خارج المغرب لا، وبالنسبة لهنا في المغرب بغي جيت الأطلس فوق هذاك البرودة، هذاك الجبال وهذاك إفران وطلعين فوق. حتى ها عندي معايا ولدي باش لا هذوك يبقاو هنا، ما يقدروش يطلعوا الجبل هذوك. أنا عندي ولدي صغير يقدر يطلع معايا. كنت من نزور تركيا هاد العام. ماك مشيتي لها؟ لا ما مشيتش لها. واش تركيا بالضبط؟ على حسب ما كنسمع، زوينه رخيصه، مناظر زوينه، مشاو لها ناس اللي قبل وحكاو بانها ممتازه. شكون تدي معاك الا مشيتي تركيا؟ الزياره الاولى نديرها بوحدي. علاش زعما؟ علاش؟ ونمشي نكتشف ومن بعد هذيك الساعه شكون ندو معنا. كنتمنى إفران. عمرك مشيتي إفران؟ ما مشيت لإفران. واش اختي ما مشيتي إفران؟ ما بحاليش حبيبتي انا، على قد الحال. الامكانيات ما كتخليكش، الامكانيات ما كتخلينيش نمشي. الا بغيتي تمشي لافران معاها تبغي تسافري؟ كنبغي نسافر مع راجلي مع وليداتي بطبيعه الحال. طنجه. علاش طنجه بالضبط؟ كتعجبني. عمرك مشيتي لها؟ لا. بغيتي البحر ديال طنجه؟ اه. كيدير معاك هاد الصاد؟ هو الصاد لا شالور كاينه بنيتي، الصاد كاين. الصاد كيبغي؟ كيبغي اختي البحر، وبغي الصيف، وبغي الجبل، وبغي الواد، فهمتي؟ وحنا على قد المستطاع. نديو الوليدات على هاد البحر ونفوجوهم شويه وقعه جريده، نعطيهم ياكلوا بنيتي، حيت اليد قصيره كما كيقول واحد المثال، هك العين باصره واليد قصيره. فين تمشي؟ فرنسا مثلا. علاش فرنسا بالضبط اخويا؟ وكتعجبني. فين كتشوفها؟ كتشوفها في الانترنيت؟ كنشوفها في التليفون الانترنيت. انا عزيز عليا المغرب. باش تبداي باش؟ بحال اكادير، بحال مراكش، بحال وجدة، طنجة، وسيرت وسيرت. ما كرهتش تمشي لأكادير، هي اللي باقي ما مشيتش ليها في هذا المغرب. علاش ما مشيتيش لأكادير؟ ما جاتش الفرصة. قضية فيها الفلوس ولا ما جاتش الفرصة؟ لا قضية ماشي من ناحية الفلوس، ما جاتش الفرصة باش تمشي لأكادير. الفلوس موجودين. كاين الخير الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة أختي للمغرب نمشي على مثلا السعيدية، الشمال، ما درتش فيه، عمرني شفتو. مرة اللي مشيت لطنجة. قلنا لك دابا غنكتبوا لك شيك. فيه واحد لو مونطون، واحد المبلغ باش تمشي تسافر به. شحال خصك دابا بالضبط باش تسافر؟ خاصني 20000 درهم. في ساعه حسبتيها؟ اه 2 المليون. باش شنو حسبتي في 20000 درهم؟ 2 المليون بالنسبه للاقامه، خاص الاقامه مزيانه ياكي، وعاد اللي بغيتي الدور هذا الدور تشوف المناطق اللي غتمشي، المنطقه اللي غتمشي تشوف الاثار اللي كاين فيها وتشوف المناطق الزوينه اللي فيها. عايزك خصك 2 المليون. اه 2 المليون باش نمشي باش نمشي نسافر مع وليداتي. وبنلقى لنا واحد مليون ولا خاصني الله. علاش مليون زعما؟ اش غدير بها بالضبط مليون؟ علاش خاصك مليون؟ واش ما توقفش على الفلوس؟ واش ما توقفش على الفلوس؟ مليون باش ما توقفش على الفلوس؟ مليون تبقى عندك الشير. شي 10 المليون. 10 المليون باش تسافر في الصيف؟ علاش؟ شري طوموبيل وغادي يشري قيطون وي. انت غادي غير الافران ب 10 المليون؟ وي سبحان الله، وراه انت غيعطينا هذاك. واش انت غادي تسافر تفوج ولا باغي تعاود تجوج؟ واش تجوج ثاني عاود ما نكرهوش. انت غادي تمشي تفوج وتعاود تجوج؟ لا الزواج لا، غنفوج هذاك هو يعطينا 2 المليون، اللي يعطي 2 المليون يعطيه 10 بحال بحال. خصني 3 المليون باش نمشي نفوج. تركيا مثلا نقدر يكون عندي 20000 درهم نمشي نسافر ماشي مشكل. 2 المليون؟ 2 المليون لا 2 المليون بوحدك بلا مراتك؟ اه بوحدك. خصني دعقة الفلوس. شنو هي الدعقة؟ فين مشيتي تاكلي، فين ما مشيتي تشربي، فين ما مشيتي شحال زعما؟ وانت عارفه عام اللي مليون بارك عليك. مليون باش دوري المغرب كامل تقدك تقد. عندي واحد 7000 درهم. بارك مزيانة. مخير ندوز بها 5 ايام في اكادير ونجي بارك عليه. هو على الاقل غتوصل واحد 2000 درهم. 2000 درهم مزيانة، كاين ناس قبل من قرجة المليون 10 المليون. لا لا 2000 درهم نقدر نمشي نشوف طنجة ونجي. انت وبنتك؟ انا وبنتي. راس فرا. ايوا نقدروا ندوزوا سيمانه تما.
20 ألف ريال تكفيني أنا. 10 ريال تكفيك تمشي؟ تكفيني أنا نسافر فيه ونكمل من عندي. كله وعلى قدو، راه تاكلي هذه بهالثمن، نقول لك 3000 درهم، نقول لك جوج المليون كل واحد على قدو، راه نقدر ندي 2000 درهم عدي لعدي عد من مشي ولا عدي من تعاونو، على مشيتي عند شي حد وعاونتي وسكنتي فابور شوية الفلوس. كان عندك لي زوطير وداك الشيء اللي بغيتي عاوتاني ما نقدوش عليه، ما عمرنا عرفناه، كنشوفوها في التلفازه بنيتي. جوج المليون باش تمشي لي زوطير؟ ايوا جوج وزياده. ها ويلي ونكذبوا.